السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا وين جما بالماضي، وين نتكلم على المجموعة الثالثة اللي تضم كينيا السنغال تنزانيا، وين جما بالماضي غادي يحط معايير كبيرة مع السنغال، وهو التحدي الأكبر بالنسبة بالماضي وللاعبين. ما تكلم هو السنغال هو التحدي الاكبر بالنسبه لي وللاعبين. والله امنوني يا جماعه، والله العظيم يا السنغال ماني خايب منها كيما كينيا، والله يا السنغال ماني خايب منها كيما كينيا. هذه اللي نقولها انايا، كما قال المدرب جما بالماضي بان المجموعه الثالثه من البطوله، بطولة الكأس إفريقيا 2019، والتي يتواجد فيها الخضر تعد من متوازنة، مشير إلى أن المنتخب السنغالي هو التحدي الأكبر بالنسبة لجما بالماضي وإلى اللاعبين. وصرح المدرب جما بالماضي لموقع رسمي البطولة الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاب، قائلا بالنسبة لكينيا وتنزانيا فهما دولتان لم تلعب نهائي الإفريقي منذ أعوام عدة، لكنها منافسين سيتعين علينا مواجهتهما. وين جما بالماضي هذا كما نقولوا حنايا الفريق الوطني الجزائري، حنا عندنا أولا دائما المقابلة الأولى اللي تكون صعيبة على الجزائر، المقابلة الأولى اللي تكون صعيبة على الجزائر. جما بالماضي حنا ماناش نتاقدو في الناس ولا، بصح شوفوا سليم مناد في نوميديا اليوم قاعد نستغل عليه. نتوما كي نهضروا على عطال تقولولنا بلي نتايا جهاوي تكره عطال منا. سليم مناد خو جمال مناد، سليم مناد خو جمال مناد اليوم شتكلم على عطال، قال لهم يجب وين لازم دائما حراسة عطال، قال لهم يجب حراسة عطال. وين قال لهم لو كان يعرفوا كيفاش يلعبوا من جهة عطال رايحين يربحونا ويسجلونا أهداف. وين قال لهم ماندي يكوفري مليح، قال لهم من بعد مي بغى يهدر على فارس، قال لهم فارس يتريبلوه يفوت. بصح فارس جما بن عمري ما عندوش التغطيه كيما ماندي على 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 الاخر. قال لهم وين حتى قال لهم نهار تونس شنا مبولحي، وقيل ماشي مبولحي وكجدا خرج زوج خطرات كوفري على عطال. دروك حنا كنا نحضروا كنتو تقولوا لي انت تكرهه منا وانت ما تعرفش فوتبال وانت وين تعرف وانت وين تعرف، هذه نبينوا لكم باللي يا ودي لعبنا فوتبال شويه، لعبنا ما لعبناش بزاف، لعبت من 84 حتى 2006 ما نعرفش فوتبال انا، لعبت من 84 حتى 2006 وما زلت الان نشاهد كرة القدم، نتلاقى بمدربين نهضر معاهم، نهضر حتى مع فنيين وين حاكمين فرق كبيرة، مدير فني حاكم حاكمين الفرق كبيرة، نتكلم معاهم نورمال، نشاور نعيط لهم نقول لهم ودي هذه كيفاش هذه كيفاش، نسقسي ماشي عيب. مانيش رايح انا باين نولي مدرب، انا ما نولي لا مدرب لا، بصح اش تاعي نبغي نسقسي هكا كيفاش هذا كيفاش كيفاش كيفاش. وين شلنا كيفاش اليوم سليم مدان هدر هدرا مليح هذا فاني، وسكتوا ما طاقوش يردوا عليه خاطش علاه هذاك قارئ للتدريب وعندو دي ديبلوم، هذوك الصحابه اللي كانوا قاعدين في واحد جماعه كانوا قاعدين ما نجموش يردوا عليه، بويش والحاج عدلان ما نجموش يردوا عليه على بالك حقيقه صح. الا هما ما نجموش يهضروا، هو راه هدر راه قال لهم بلي غادي نولوا نخسروا اللعاب، قال لهم نولوا نخسروا اللعاب، قالوا له على فارس وين الاحسن فارس ولا بن سبعيني، قال لهم لا فارس احسن من بن سبعيني. هذه حقيقة لازم ما نكذبوش على روحنا، نجي نكذب عليك نلعبها يلعب انا يا راني مايل مع طوطح يا عطال منا علاه علاه زعماك علاه نكذب عليك، غدوة ان شاء الله تفيق بلي راني نكذب عليك.
لا نهدر لك هضره تاع صاحبي تو غادي ان شاء الله مي تشوف تقول اه والله لا فلان نهدرها عنده الحق. اليوم كي شفت انايا سليم الداني يهدر كي شفت سليم يهدر قلت تما انا مانيش نكذب على الناس الحمد لله يا ربي مانيش نكذب على الناس وما نكذبش عليكم انا نجيب لكم الواقع الواقع لازم نهضروا الواقع لازم واقع علاه نقول لكم باللي غادي نخسروا لعاب يلعب عطال غادي نخسروا واحد لعاب نخسروا والله لا قعدنا خاسرين لعاب وإلا ما كوبراوش عطال غادي تشوفوا تشوفوا كيفاش غادي لي زافريكا يلعبونا من جيت عطال وتشوفوا كيفاش غادي يهبلونا هذه باش نقولها لكم لازم لازم تما دائما لعاب حدا عطال على لا نطلب راني نطلب من العطال ما يطلعش يقعد المنطقة تاعه عنده ذاك الخاري تاعه يقعد عاسه خاطش عندنا لاطاك شابة عندنا لاطاك أحسن مهاجمين في إفريقيا أنا كي يساعدني عطال شوف من وصل للسونتر يعاود يولي يقيس البالون ويعاود يولي كي يساعدني خاطش علاه غادي تكون مغامرة خطيرة إلى عطال يطلع لي كونتر أتاك كيما شنا يا نقول لكم يا جماعة كاين كينيا وكاين شوف السنغال تحلب السنغال تلعب العب على روحك مع السنغال بصح تنزانيا كيما شفت تنزانيا شفتهم كيفاش يلعبوا يلعبوا على ساماطا يلعبوا كيما يقول لك الكرات المرتده السريعه من الديفونس وسط ثلاثه تاع لي باس بونت ثلاثه تاع لي باس بونت ما قالوهاليش روحوا تفرجوا شوفوا شفت كيفاش ميليو تيرا ولا ديفونس تاع كينيا دو و تروا راهم نراويكم التصاور تاعهم دو و تروا كي تشوفوهم كي يخدموا كي تشوفوهم كي يخدموا انا نقول لكم في الصح ماشي غدوة ان شاء الله يقول لك اه هذا يوتيوبر ما يعرف فوتبال لا انا نقول لك صاحبي معليش كذبني اليوم كذبني غدوة كذبني عام بصح العام الجاي واش تامن تعرفني شنو كنت نهضر معليش كذبوني بصح من بعد تامنوا شنو كنا نهضروا تقولوا اه والله اللي عنده الحق شنو كان يهضر نتمنى ان شاء الله بربي يكون غلط خاطش علاه انا علاش ماني نشوف المقابله التاليه اللي عطال ما ولاش يطلع كيما قال لهم ما وليش نطلع قال لهم المدرب قال لي ما تطلعش مانيش غلط انايا عطال قالها لكم قال له المدرب قال له ما تطلعش كوبري غير بلاصتك برك الحمد لله ما رناش غالطين خاطش علاه كينيا ماهي سهله انا نخوف روحي من دروك نخوف روحي من دروك الله يجعل نربحوهم بسكور دوزيام ماتش ماتش نيل ولا المهم نيقوصو معاهم كيفاش ونفوتو مريحين ان شاء الله بربي وانا تبان لي 80% رانا جايبين كوب دافريك نجيبوها ان شاء الله حتى انا نعرف غادي نجيبو كوب دافريك نجيبوها كوب دافريك غادي نجيبوها نجيبو كوب دافريك راني نقول فيها ونعاود لو كان نلعبو نطيحو كاع مع في الجروب نطيحو غير مع لي بريزيليا وغادي نفوتو نطيحو مع الالمان فرنسا طليان انجليز الارجنتين وكيسموها والبرازيل وندوها ندوها راني عارف بلي غادي ندوها راني عارف شكاين انا عارفين شكاين وغادي ندوها غادي ندو كوب دافريك غادي نجيبوها راني نقول لكم 80% وجاي باغي نقول 100% بصح 80% غادي نجيبو كوب دافريك غادي المهم غادي نفرحو المهم نفرحو غادي نجيبو كوب دافريك هذه هي ان شاء الله بربي ونوجه رساله لكي يسموه الزتشي ما تقولش بلي غادي نفرحوا الشعب الا بغيت تفرح الشعب روح رد الارض اللي ديتها اللي خونتها في تلمسان واللي ديتها في تيرت رد لهم الاراضي تاعهم وفماك تفرح الشعب اللي شان انت جيت مع العصابه روح مع العصابه غادي كي تجي طريق الحراش ما خاصناش تتفرحنا ماشي نتايا انت واش كنت تعمل انت نهار اللي جا ماجر قلت لنا ماجر 100 رونترينار ونسكتوا على ماجر ولازم كاع نوقفوا مور ماجر ما قلتهاش اليوم كيفاش راك واقف مور هادو انت يا برحمه الوالدي ما تبقاش تهدر كاع ما تبقاش كاع تبان انت عاد قالوا لك ما تبقاش تبان بيناتك غير قناه النهار وكمال مهوي فتش عليك جابك في طعوت بان انا نعرف بلي كمال مهوي يدير لك مسلسلات كمال مهوي راه يدير لك في مسلسلات يبغي دوك المسلسلات هذا قلت تاع عند الباب لقاك خارج داخل على بالنا انت بروك تروح تجري عنده وقال لهم وكمال مهوي ملك بزاف قال لهم السي زتشي راه فرحان بالتربص اللي كان قوي هو وين شافه هو البارح كان في مصر هو غير راه في يومين من حيت راح للقطر
زاتشي وين كان وين شتو نتوما زاتشي باللي شاف التربص مليح. زاتشي نهار اللي راح بيطانو معمرين عرق وين راح؟ قالو زاتشي قالنا باللي التربص قوي. وين شافه هو؟ وين شاف دو بارتي؟ ما كانت البارتي الاولى ما كانش حاضر. وين شاف هو؟ وين بركا من الكذب تاعكم؟ وانت ما تشرفناش تا زاتشي، انت اصلا والله ما تشرفنا كاع. انت كيما يقول لك ناكر على كرة القدم. سعداوي بيبيع لك اللعابة، خليت انا موراك سعداوي يبيع اللعابة. تحية الجزائر وجمال بالماضي رانا معاك وما تحقرش لي زيكيب اللي تقلبوا بزز وفوت بزز وفوت. كل فريق دير لحسابك، كل فريق وخاف منها، وجد اللعابة تاعك احسن كزعق. هو السي عطال ما يطلعش. هذه هي تحية الجزائر.